حابب ادعو بالبدايه قبل ما نبلش بالسيشن البانلست اللي معنا بدنا اول شيء السيد الدكتور احمد قبيسي من Islamic University of Lebanon and Stars of Science. وبرضو بدنا السيد احمد نبيل ميلبل الكترونكس من الاردن والسيد عثمان المندري من إنوتك عمان. بداية قبل ما نحكي مع البانلست ونوجه الأسئلة، السيشن راح تكون تقريباً 40 دقيقة فيها questions لكل بانلست، وبعديها راح يكون عندنا 15 دقيقة أسئلة مع الجمهور اللي حابب يسأل أي سؤال. بالبداية مين بيعرف شو يعني فاب لاب؟ حلو. طبعاً we have actually representatives of fab labs and people who manage fab labs before. That's great part of the audience. الفاب لاب بالبداية إذا نحكي فيه بإنترودكشن بسيطة، كلمة فاب لاب هي اختصار لفابريكيشن لابوراتوري، مختبر تصنيعي إذا بنلاقي الترجمة الحرفية. الفكرة بلشت تقريبا 17 سنة 18 سنة بـ MIT بجامعة MIT ببوسطن. كان قبل ما يكون في فاب لابز كان في كورس اسمه How to make almost anything. الكورس هذا معناته كيف بإمكانك أن تصنع أي شيء تقريباً. How to make almost anything كان كورس بنعطى بـ Center for Bits and Atoms. الهدف منه يعلموا الناس كيف يقدروا يستخدموا different equipments بمكان واحد حتى أنهم يصنعوا product عادةً، وبنفس الوقت يعطيك الأكسس للماشينز اللي كان عندك صعوبة أو اللي للناس الطبيعية عندها صعوبة to access it لما يروح على مختبر تصنيعي او بده يصنع برودكت معين. فبالطريقه التقليديه اذا بدنا نحطها بطريقه سهله، بدك تعمل برودكت زمان، بدك تعمل التصميم بجهه معينه، بدك تروح تعمل البروتوتايب يمكن الميتال بمكان ثاني، بدك تعمل ال 3 دي برينتينج بجهه ثانيه، وكان كثير مكلف حتى كمان انك تدخل تعمل 3 دي برينتينج. روبوتكس الكترونكس بصفي، اذا تعمل سمارت ووتش فور اكزامبل راح ياخذ منك وقت ومصاري وافرت، وانت لسه ما وصلت لمرحله انه هذا البرودكت فاليديتد. وكثير في طلاب، انا لما كنت بالجامعه بدي اعمل بروجكت، يعني مع اني انا مش مهندس ولا اي شيء، بس كنت بدي اعمل بروتوتايب لشيء معين، كنت اواجه صعوبه باكسسنج هذول اللابز والمختبرات. فمن هذا الكونسبت شبكوا برضو بالطريقه التقليديه بالصناعه، وشبكوا بالطريقه اللي بسموها ديجيتال فابريكيشن. في عندك اذا بنحكي عن المختبر الصناعي او الفاب لاب اللي بيعطي هذا الكورس، هو مكان فيه منجره، فيه محدده، فيه مخيطه، بس فيه برضه 3 دي برينتينج وركشوب، فيه روبوتكس، فيه الكترونكس، فيه فيرتشوال رياليتي، فيه اوجمانتد رياليتي، نيمت. كل لاب له سبيسيفيكيشنز معينه، بس في ستاندرد اوف سبيسيفيكيشنز او وركشوبس موجوده ب المختبر الصناعي او التصنيعي اللي معروف اندر دي فاب لاب نتورك. يعني من هذا الكونسبت برضو عندك بكل وركشوب، مثلا المعمل الحديد في اله سي ان سي ديجيتال فابريكيشن الحديد، في معمل الخشب في اله برضو سي ان سي للخشب، في بال 3 دي برينتينج طبعا عندك ديفرنت كايند اوف 3 دي برينتينج. ففي ديجيتال فابريكيشن سايد بالطريقه مدموجه بالطريقه التقليديه بالصناعه، والهدف منها انك تو اكسلريت الجروث في اني برودكت او البيلدينج في اني برودكت، ات ذا سيم تايم تتعلم. فهو مكان ممكن انت تستخدمه، اذا عندك برودكت بدك تصنعه ممكن تيجي تستخدم الماشين، طلع عليه كانه جيم للميكرز، يعني نادي رياضي بس نادي تصنيعي للصناع، تستخدم فيه الماشين اللي بدك اياها، بيجيب حتى الماتيريال تبعتك بتستخدم هاي الماشين. او اذا ما بتعرف تستخدم هاي الماشين، في عندك دورات، سواء دورات عالميه مشتركه ما بين الفاب لابز او دورات بتعطيها المختبر التصنيعي نفسه اللي بمكان او دوله او مدينه معينه. ففي عندك اول شيء الانفراستراكشر اللي هي المواد والاكوبمنت، ثاني شيء النو هاو ايدجوكيشنال كورسز،
ثالث شيء ممكن في فاب لاز لها مودلز معينه بتسمح لك تو كوميرشلايز، انك تمسك هذا البرودكت وتحوله لمنتج تجاري او منتج حتى تعمل منه شركه. من هذا الكونسبت الموجود بلش قبل 18 سنه كبرت النتورك لاكثر من 1750 اخر رقم احنا اتوقع حاليا 1800 اخر رقم موجود في العالم، موزع على different يعني countries بكونتيننتس عالميه باكثر من كونتيننت. كل لاب له اختصاص معين، بتروح على فاب لاب شنجن بالصين بتلاقيه فوكس على الاي او تي، بتروح على فاب لاب برشلونه فوكس على الادفانس اركيتكتشر، each lab has its own theme. بتروح على فاب لاب مصر بتلاقي فيه برضو اشياء لها علاقه بالكوميونتي، في اشياء مشتركه بالفاب اكاديمي كورس اللي هو بنعطى بالفاب لاب اللي هو هاو تو ميك اولموست انيثينج لليوم موجود هذا الكورس اللي هو بعلمك كيف انك تستخدم كل الالات الموجوده وبرضو تعمل بروجكت ات ذا سيم تايم وتكسبيرمنت بالديجيتال فابريكيشن. بتصفي ويل راوندد يعني حتى الناس اللي بتخرج بسموهم جوروز او فاب لاب يعني بصير ميكر، انت ليترالي بيكون عندك قابليه او السكيل انك تو ميك اولموست انيثينج. كل لاب له ثيم له فكره حسب وين اللاب موجود، شو التاثير، شو الـ الناس اللي عايشين، هل هو افكتد باي ريفوجيز ولا لا، هل هو مربوط ب educational institution او لا، هل هو بدعم الصناعات الهاردوير كبزنس انكيوبيتر ولا لا. كل لاب له صفه معينه بس كلهم مشتركين بالريسورسز والنوليدج. بس كبزنس مودلز راح يكون في سيشن يعني there will be a different session talking about the business model sustainability with Robert Greta that will tomorrow will be moderating يعني a session that specifically talks specifically about the business models. كمان اليوم راح نحكي بشكل عام تاثير هاي المختبرات الصناعيه على ما يسمى نحكي الثوره العلميه العربيه اللي هو الثيم الحالي الموجود برضو لهذا الفورم. وراح نحكي راح نشوف طبعا البانلست من ديفرنت باك جراوندز، في عندنا بيبل هو اونز فاب لاب، في عندنا شركات هاردوير استخدمت الفاب لاب، وفي عندنا برضو ساين ايدكيشنال برسبكتيف او حتى الانترسكشن بعالم الايدكيشن وبرضو الامباورينج الانوفيتورز والميكرز سواء كان افورم اور سم كايند اوف تريننج بروجرام. اليوم النتورك زي ما حكينا واصل ل 1800 فاب لاب، عم تكبر. كل فاب لاب له موديل معين. اذا بدي احكي بشكل سريع عن اور فاب لاب، انا اي ريبريزنت شيء اسمه لومن الشمال ستارت، اتس ا بزنس انكيوبيتر. فيه فاب لاب اربد هو اول فاب لاب بالاردن. الفاب لاب هو عباره عن فابريكيشن فاسيليتي، مختبر تصنيعي بس للحاضنه الاعمال. فالشركات اللي عندنا بنحتضنها اللي لها علاقه بالهاردوير وتبني برودكتس بيستخدموا اللاب تبعنا حتى انهم تو بروتوتايب برودكتس ويقدروا بعدين ينقلوها لسوق العمل. بروجكت تبعونا طبعا بلشنا فيها بنيناها بشمال الاردن عشان احنا كان افكتد باي ذا سيرين كرايسيس شمال الاردن، ومنطقه شمال الاردن منطقه صناعيه معروف عنها. في تقريبا اربع جامعات من اكبر جامعات الاردن بالشمال، في عندنا تو اندستريال زونز منطقتين صناعيه، واحنا موجودين بما يسمى بفري ايكونوميك زون. فاحنا هذا بزنس انكيوبيتر، ما الستارت ابس والشركات المسجله عندنا ما بتدفع تاكسز وكاستمز. لليوم احنا صرنا اوبريشن تقريبا 3 سنين وريسيفد اكثر من 3500 بزنس ابلكيشن، احتضننا منهم ودربناهم 250 وانكيوبيتد عندنا 100. اليوم 60 من المية اكتف واربعه منهم ريزنج بتوين هاف مليون مليون دولار. انا اكشلي وي هاف ون اوف اور ستارت ابس يعني احمد راح يحكي عن شركه ملبل وايش بالضبط اكسبيرينس تبعته بالانكيوبيتر. واليوم وير سكيلينج يعني قدرنا احنا بالشمال زمان لما كنا نحكي الانوفيشن والانتربرينورشيب كانوا يطلعوا الناس من الشمال ينزلوا على او يروحوا على عمان. يعني لما بدي توك اباوت انوفيشن انتربرينورشيب او اكسسنج بلاتفورمز يعني الاشياء اللي محتاجينها حتى انك تطور او تتعلم، لانه الطريقه اللي قبل كانك تروح على جامعه فقط. اليوم يعني في ناس من عمان عم بيطلعوا على اربد بيكوز اوف ذا يونيكنس اوف ذا سيرفيسز. وطبعا النتورك هلا عم تكبر. يعني احنا حكيت عن 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 ماي لاب، بس برضو اشتغلنا قبل سنه وشوي تقريبا مع اكتشفنا انه في اكثر تقريبا 35 فاب لاب قبل سنه في 11 بلد عربي من النتورك. اليوم اود ايماجن يعني على الارقام عم بسمع لسه شوي عثمان بيحكي لي انه في باي اند اوف ذا سير راح يكون 5 فاب لابز بعمان كان واحد. عم بسمع الارقام عم بتزيد باكثر من دوله. اليوم اتوقع وصلنا ل يعني فام نوت مستيكن تقريبا 50 ل 55 لاب بفاب لاب بالوطن العربي. هذا غير الميكر سبيسز، غير الاشياء اللي مش مسجله هذا فاب لاب كمان.
فقررنا السنة الماضية لما كنا تقريباً 35 فاب لاب 11 بلد عربي أن نعمل نتورك سميناها الفاب لاب أرب نتورك. الفاب لاب أرب نتورك الهدف منها طبعاً أزا أي نتورك بدها تو سبورت الممبرز تبعونها نساعدهم أنهم يكبروا to discuss different business models نشوف كيف كل لاب ممكن يعني يكون في عنده sustainability model collaboration على projects collaboration على حتى الانفراستراكشر كيف نحسنها بين كل بلد لبلد وكيف نفتح هاي الميكرو سبيسز واللابس لكل الانوفيترز من الوطن العربي ونلاقي طريقه معينه ان نحسن من السيرفيسز تبعنا. فاليوم النتورك يعني وصلت لمرحله انه في عندنا تو سيشنز في اكثر عندنا ناس موجودين من عمان في عندنا ناس من قطر لبنان موجودين بالفورم وكل لاب له يعني خاصيه معينه له اوفرنج معين وراح نحكي هلا يعني راح اريحكم من صوتي كمان شوي وبلش نسمع من البانلست عن their experience بالمختبرات الصناعيه بالنسبه من وجهه نظرهم. فراح قبل ما نبلش نسالهم الاسئله حابب كل بانلست يعني من عندنا يعطي بدقيقتين لثلاث دقائق يعرف عن حاله ويحكي لنا ايش الاورجنايزيشن او الستارت اب او اللاب اللي هو ريبريزنتنج. نبلش مع عثمان. تفضل عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا. أشكركم على وجودكم اليوم. اسمي عثمان المنذري. أنا مهندس ميكاترونيكس هندسة ميكانيكية. إحنا معنا مجموعة فاب لابس في عمان. بدينا بفاب لاب 1 2013. مثل ما ذكر لؤي بنهاية 2020 إن شاء الله يكون معنا 5 فاب لابس في عمان. وبنتكلم عن التجربة بشكل عام. كيف كنا قبل فاب لاب في عمان، كيف كانوا المبتكرين عندهم معاناة يضطروا يسافروا إلى الخارج عشان يصنعوا البروتوتايب، كيف صار الوضع اليوم، كيف إنه صار في مدارس في جامعات صارت تعمل فاب لاب خاص فيهم بعد ما شافوا أول فاب لاب اللي أسسناه في 2013. طيب أحمد. يعطيكم العافية. أنا أحمد نبيل من عمان من هون الأردن. أنا وزميلي اللي اسمه محمد ملح سكونا تأسيس شركة اسمها ملبل إلكترونيكس، شركة متخصصة في التطوير الإلكتروني. بدأنا في 2016، قمنا بتطوير لوحة إلكترونية صغيرة اعتبر وصنفت بأنها الأصغر أصغر لوحة تطوير في العالم ومتوافقة مع بيئة أردوينو. عملنا حملة دعم جماعي على ويب سايت اسمه كيك ستارتر. عملنا فند ريزنج للبرودكت بتاعنا. كنا انكيوبيتد بفاب لاب إربد في السنة الماضية، وهلا احنا عنا تقريبا 12 برودكت جديد برضو كلهم عبارة عن لوحات تطويرية يستخدموا في المجال التعليمي. دكتور احمد بيسي، اسوشيت بروفيسور بالجامعة الإسلامية بلبنان وانجينيرينج مانتر بستارز اوف ساينس برنامج نجوم العلوم، موجود معاكم اليوم لحتى احكي لكم عن الاكسبيرينس تاعتي بديفرنت فاب لابس، سواء لما كنت عم بشتغل بالبي اتش دي بفرنسا بالبوليتكنيك او ضمن برنامج نجوم العلوم. بتشكر اول شيء لؤي على الاكسلنت برزنتيشن. انا مأكد انك كثير ساعدتنا وسهلت علينا لحتى نقدر نتواصل مع الاودينس تاعنا بالجود برزنتيشن. شكرا لك. طب منبلش بأول سؤال أكشي دكتور معاك، حابين بخبرتك، أنت حكيت أنك representing education sector من الإسلامك University of Lebanon وبرضو نجوم العلوم اللي هي University اللي صار Stars of Science، فبرأيك إيش هو دور المختبرات الصناعية أو الفاب لاب من خبرتك في المنطقة، وكيف بتمكن ما يسمى هلأ الثيم تبع الفورم اللي هو الثورة العلمية العربية في مجال البحث والابتكار؟ معني بتذكر كتير منيح لما كنت بعني طالب بكلية الهندسة، كان كتير عندي تفكير انه لما يجي ببالي فكرة معينة لبروجكت، هذا البروجكت اذا انا اتميت البناء تعوله من ناحية المكونات الالكترونية الفكرة الاساسية كانت عندي انه كيف هالمجموعة من البوردات الموجودين عندي بدو ينتقلوا ويصيروا اند برودكت للناس تقدر تستخدمه. المعضلة دائما هي انه على صعيد الجامعة لما بتكون موجود انت بجامعة هي انه بتكون انت بعيد عن الاندستري، وبالتالي ما بيكون عندك انت تخيل كافي كيف ممكن يكون شكل وظيفة الاند برودكت وكيف بدك انت فعليا تقدر تصنع لتوصل لهالاند برودكت. كتير بقول لطلابي انا هلا اعتبروا انه الفاب لاب
هو مش اختصار فابريكيشن لاب، هو اختصار فابيلس لاب، لانه بالاخر بيسمح لكم انه البروتوتايب يلي انتم عملتوها تحولوها لريل برودكت يكون جاهز انه نقدمه نحن فعليا للماركت. بطبيعه الحال الامور اللي بدنا ناخذها نحن بعين الاعتبار لما نكون عم نشتغل بالفاب لاب هي اهميه انه نقدر نحن نوجد بروتوتايب ب تشيب ريسورسز جاهزه لحتى نقدر نحن فعليا نعمل اكسبلويت لكل الفانكشناليتي اللي موجوده فيها. رهيب. احمد سؤالي بتمحور حول انت كشركه ناشئه بلشتوا بمجال الالكترونكس بورد يعني بالبدايه، وبتذكر انا واحمد كان في ديسكشن قبل ما يدخل بالايكو سيستم، يعني كان انا وقتها راجع من 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 الصين ولسه حاضر شيء اسمه شنجن ذا سيليكون فالي اوف هاردوير، اذا صح لكم هذا يعني اتس وان اور دوكيومنتري باي وايرد بيحكي عن ليترالي انه الصين كيف from يعني from idea to an actual production. يعني بتعرفوا بعالم التصنيع في شيء اسمه design for prototype، في design DFP وفي DFM design for manufacturing. الصين طبعا بمنطقة هاي الشنجن ب 30 سنة قدرت تكون يعني دي سيليكون فالي اوف هاردوير، بتقدر تعمل from one piece ل يمكن مئات الملايين بمدينة واحدة وتصدر للعالم. والشيء هذا عادة اذا بدك تسويه مثلا نحكي بالمنطقة بالوطن العربي ممكن ياخذك نحكي سنة ونص سنتين هذا إذا لقيت الريسورسز. بأمريكا أو بيوروب مايت تيك يعني let's say 6 months 6 أشهر، بالصين ممكن تطلع بأسبوعين تكون جاهز يعني أنت للمانيفاكتشرينج، you know the resources عندك كل إشي ممكن تغطيه بخلال أسبوعين زمان يعني. وأنت هذا إن إكسبيرينس إنك برضو كنتوا بتصنعوا آز شركة أردنية بالصين وأنتوا عم تقولوا لسه ما وصلتوا الصين، فبدي من يور برسبكتيف برضو ايش دور المختبرات الصناعيه اول شيء اللي فاب لابز الاكسبيرينس تبعتك، بس قبل احكي لنا عن تجربتك از ملبل، كيف عملتوا اول كراود فاندينج كامبين وكيف وصلتوا للصين وكيف بعدين يوتيلايزد المختبرات الصناعيه بالاردن بالذات الفاب لاب اللي انتم بارت. في البدايه بدات انا وزميلي محمد كانت كهوايه فعليا الشغل في مجال الالكترونكس والتطوير. خطر ببالنا انه احنا ممكن نعمل ديفلوبمنت بورد. هلا الديفلوبمنت بورد خلينا التوضيح سريع عنها، هي لوحات تحكم الكترونيه يكون هدفها عام لها هدف محدد. انت ممكن تخصص الهدف تاع اللوحه هاي بانها بيزد على كود انت بتنزله عليها، فهي تصير تتصرف بيزد على انت شو طلبت منها تعمل. فممكن مثلا تشبكها بنظام الاضاءه الموجود في القاعه هاي وهي تصير تعمل كنترول بناء على اوامر معينه انت بتعطيها. وانتو سميتوه ذا وورلد سمولست اردوينو كومباتبل بورد، يعني هو حجمه ليترالي تقريبا الطرف الاصبع البورد كامل. هلا زي ما تفضل لؤي كان البرودكت الاول تاعنا انه احنا بدنا نعمل اصغر لوحه تطوير في العالم، لانه في كثير من الناس اللي بيستعملوا هاي اللوحات بيستعملوها في تطبيقات مصغره او تطبيقات محموله. فبلشنا في الموضوع هذا ما كان عندنا فكره عن الفاب لابس او المختبرات التصنيعيه كلها، ما كان عندنا اي تصور انها موجوده حتى. فكنا نحاول نستعمل الريسورسز المتاحه لنا اللي هي فعليا مشاغل هندسيه عندنا في الجامعه. كنا نروح على المناطق الصناعية في منطقة اسمها سحاب عندنا في عمان، فكان الموضوع مش بالسهولة اللي تخيلناها. كنا على مستوى انه لما اجينا نطور اول بروتوتايب عدنا تطويره تقريبا 21 مرة، والعملية هاي اخذت منها تقريبا 12-13 شهر قبل ما خلصنا البروتوتايب النهائي. الفرق لما احنا تعرفت على اي بالصدفة حتى كانت وحكينا عن مختبرات التصنيع، لما بلشنا نشتغل في الفاب لاب اربد الحجم الريسورسز اللي كانت موجوده كانت هائله بالنسبه لنا مقارنه باللي كنا موجود عندنا قبل. فطورنا نموذج جديد من اللوحه هاي خلال تقريبا 21 يوم، بالمقابل قعدنا حوالي 13 شهر واحنا معتمدين على المصادر الغير الفاب لابس اللي هي المناطق الصناعيه وغيرها. وزي ما تفضل حتى بالصين لما عملنا حمله للدعم الجماعي طلبنا فيها $5,000 عشان نبلش اول برودكشن راوند البرودكت تاعنا، فعملنا ريز لحوالي تقريبا $21,000. فكان مطلوب منا في هذيك اللحظة أنه نصنع 3000 قطعة. 3000 قطعة تصنيعهم في الأردن كان شبه مستحيل. عندنا مصنع واحد في الأردن للوحات الإلكترونية في منطقة اسمها الزرقاء في المنطقة الحرة، فكان كوست التصنيع تاعهم خيالي، كان تقريبا حوالي 10 أضعاف التصنيع في أي دولة تانية. فقررنا أنه بدنا نصنع بالصين، كنا كثير نسمع أنه الصين هي الدولة الصناعية وهي اللي عندها القدرات بأنها تصنع أي شيء فعليا. فانتقلنا للصين وهناك أدركنا الفرق فعليا، أنه
زي ما حكى له اي في برودكتس كنا لما يعني رحنا اكثر مره على الصين لاكثر من برودكت غير هذا البرودكت، كنا في برودكتس نطورهم بثمان ساعات فعليا، مجرد انت خلصت الديزاين تبعته للاشخاص المسؤولين في المجال الصناعي بعطيك عليه ابروف ببلش التصنيع بنفس اللحظه وتخلص تصنيع خلال ساعتين. فثمان ساعات انت ممكن تطور برودكت اخذ منا مثلا في مكان ثاني ما فيه ريسورسز كافيه حوالي 13 شهر. فهي باختصار. رهيب، شكرا. عثمان ننتقل لك برضو نفس السؤال بمنظورك، وتحكي لنا شوي عن دور المختبر التصنيعي إنوتك في تطوير المجال البحث الابتكار عند في عمان بالذات. طيب، يمكن احنا مثال اللي معنا في عمان اللي اكثر امثله وضوح لتاثير الفاب لابس، لانه قبل 5 سنوات فقط ما كان في معنا ولا فاب لاب. اتذكر انا رحت للسعوديه في ظهران معهم، شفت كانت اول مره اشوف فيها فاب لاب، ما كنت اعرف ايش هو الفاب لاب اصلا. ففي جامعه الملك فهد اعتقد دخلت للفاب لاب واكتشفت انه انا اصلا عندي فاب لاب في عمان، عندي 3D printer، عندي الالكترونيات، عندي CNC small machine، بس ما كنا منظمين بالطريقه الصح وما كنا نقدم خدماتنا للناس. بدينا بالرحله الفاب ايفنت اللي كان في الصين في شنزن، فاب 12 اعتقد كان بالضبط، ورحنا لحكومه عمان طلبنا الفند. شوي شوي صار معنا اول فاب لاب. بس دشنا اول فاب لاب الجامعات والكليات وحتى في مدارس خاصه صار حبوا الفكره وحبوا يكون معهم فاب لاب خاص فيهم. ليش؟ لانه احنا من خلال هذا الفاب لاب قدرنا سنويا ندرب حوالي 300 طالب وطالبه على الفابريكيشن. طبعا تدريبي ما بين اسبوعين الى شهرين في برامج اللي هي مخيمات صيفيه مدتها شهرين. الشخص يتعلم بالكامل الالكترونكس، البروجرامينج، 3 دي ديزاين، 3 دي برينتينج، البروتوتايبنج بشكل كامل. حصل ضجه اعلاميه كثيره في عمان والناس حبوا الفكره. صار في تغير كبير في من مرحله انه في شباب عندهم افكار الى مرحله صرنا نشوف بروتوتايبس، صرنا نشوف ستارت ابس، صرنا نشوف ناس مجرد فكره على الورق او يعرضوها في باوربوينت. صار في بروتوتايبس، فانكشنال بروتوتايب، صار في براءات اختراع، صار في ناس يروحوا الى الصين يعملوا ماس برودكشن. فالفرق جدا كبير خلال 5 سنوات فقط. هذا الشيء اللي شجع الجامعات، الحين في كذا جامعه خاصه صاروا يعملوا فاب لاب خاص فيهم في الكليه بالنفس. رهيب رهيب. وهذا بياخذنا كمان لسؤال ثاني مهم على موضوع. دكتور، بدي اسالك بخبرتك بستارز اوف ساينس، نجوم العلوم، كيف كانت يعني اكيد تجيكم الافكار معظمها من الشباب من اعمار معينه او من اعمار كبيره او من ساينتست او ريسيرشرز، كيف كنت تحس انه البلاتفورم ستارز اوف ساينس قديش مهم واستمراريته، وكيف كنت تمكنوا من الشباب الابتكار؟ بعرف انه كان جوا ستارز اوف ساينس في ان اكتوال يعني نسي موبايل فاب لاب او ميكر سبيس تستخدموها حتى انه برضو الناس تعمل بروتوتايب، مع أهمية المنتورز الموجودين. فكيف كنت تمكنوا وإيش العنصر الأساسي بتمكين هذول الشباب أو الأفكار من الابتكار؟ هو الأساس بالبداية بالستارز أوف ساينس هي بالآيديا، وعادة لحتى يقدر يوصل الكونتستنت للمرحلة النهائية he has to pitch at least two times لحتى يقدر أنه فعليا يقنع لجنة التحكيم بالآيديا تعوته. As long as أنه الآيديا فيها innovation ساعتها he can proceed لحتى يقدر يبني البروتوتايب تاعته. اهميه ستارز اوف ساينس انه هو بيكون كانكيوبيتر لكل الاشخاص يلي بيوصلوا للفاينل ستيج ليقدر يساعدهم. هل هي فقط لدوله معينه او لمجال؟ لا لكل العالم العربي. ستارز اوف ساينس بيقبل كونتستنتس من كل العالم العربي. مين بيعرف ستارز اوف ساينس نجوم العلوم هون؟ بيرفكت. في حدا حاب قدم عليه او بيعرف حدا قدم عليه؟ رهيب. تفضل كم. Good. فالgood idea أو good practice بالstars of science إنه هو بيعمل incubation للbest إذا بدك 9 ideas يلي هني بيوصلوا للمرحلة النهائية. هدول الideas من بعد ما يكون في إذا بدك proof of concept إنه في إمكان إنه يتنفذوا هدول الideas practically، هون بيعرف المنتورز اللي هني نحنا على الcontestants يلي هني already بيكون عندهم الideas. بيبدأ بداية مرحلة الاستابلشمنت للبروتوتايب اللي هو فعليا انه نحن نقدر نبني بروتوتايب يكون فيها كل الفانكشناليتي مع الاوريجيناليتي بالايديا، ومن بعدها بتم تحويل البروتوتايب لفاينل برودكت. هلا بتسألني انت فعليا عن اليوث يلي هني بيكونوا مشاركين، they have very good ideas، في عندهم كتير افكار حلوة.
بس للأسف النولج يلي بتكون غايبة دايما، وهيدي إذا بدك نقطة ضعف عنا نحن بالعالم العربي اللي هي الاندستريال انجينيرينج. فعليا بتلاقي انه نحن في غياب كسبيشاليتي كاختصاص ضمن الجامعات. How do we end up with the product؟ يعني كيف بالنتيجة هذا البرودكت حيكون موجود عنا نحن قبل ما فعليا تبلش تروح مباشرة وتشتغل بالبروتوتايب تاعك. لازم تسأل حالك هل اند برودكت كيف بده يكون شكله، شو بده تكون وظائفه، من اي ماتيريالز بده يكون معمول، كيف الناس العادية حتستخدمه، مين اللي بيستخدمه. هون دور المنتورز يلي هن بيكونوا موجودين كاندستريال ديزاينرز لحتى يساعدوا الكونتستنتس اللي بيكونوا موجودين ليقدر يكملوا الايدياز او يمكن يغيروا بجزء منها لحتى بالنتيجه يقدروا يحولوا هدول الايدياز لاند برودكت. بطبيعه الحال بنستفيد من كل الفاسيلتيز يلي موجودين بنجوم العلوم لحتى نقدر نحول هدول الايدياز لوركينج بروتوتايبس، مع اخذ بعين الاعتبار أهمية الاندستريال ديزاين. بتحس إنه النقص يعني حتى معظم الأفكار دائما بتكون بالاندستريال نوليدج، يعني نحكي أكثر كديزاينرز أو ممكن يكون ناس قديش إلمامهم بالفكرة نفسها and they need mentorship to support. فthat's why يعني نجوم العلوم كان يوفر هذا التركيز خلال فترة الاحتضان أو فترة الفاينلست نحكي التسعة، كان في كثير شغل معهم mentorship وسبورت بالديزاين. صحيح. هلا في شغله نحن دائما بنحكيها انترنالي بستارز اوف ساينس، حتى امرار بنكون عم نقولها قدام الببليك، انه اذا بتطلع انت فعليا على نحن كيف نتخيل الاند برودكت، يعني عم نحكي نرجع لفكره الاندستريال ديزاين، هيدي كسكيل ما انا موجوده عندنا نحن كثير بعدها بالعالم العربي. عشان هيك اذا بتطلع على معظم المنتورز يلي بيجوا بالاندستريال ديزاين على ستارز اوف ساينس اني بيكونوا يوروبيانز، لانه بالنتيجه نحن كسكيل كاندستريال ديزاين هاو وي اند اب وذ a product، بتلاقي انه بعد في عندنا نحن ناقص ك سكيلز وناقص كتطبيق بالنسبه لهذا الموضوع. بس ديفينتلي وي ار موفينج ان ذا رايت دايركشن بهذا الموضوع. باخذني هذا برضه الفكره الاخيره لعثمان. عثمان برضه عندكم بالمختبر الصناعي وحكيت له انه راح يكون في كمان اربعه خلال اخر السنه. طب احتياج وجود اربعه زياده اجى من افكار الشباب الموجوده ولا ايش؟ كيف كانت انه الفكره لانك تسكيل اكثر من مختبر صناعي بالبلد اللي انتم فيه، وايش بيسوي، كيف بيمكن حتى نحكي المختبرات الموجوده بعمان حاليا الشباب من انهم يبتكروا وينتجوا برودكتس اكثر؟ طيب ايش اللي خلانا نتوسع في الفاب لابس؟ يمكن نفس اللي ذكرته انت، عندنا فاب لاب في مسقط، جغرافيا عمان ممتده شويه طوليا، يعني نتكلم في ناس من صلاله 1000 كيلومتر الى مسقط كانوا يقطع كل هذه المسافة عشان بروتوتايب يومين ثلاثة أيام، فكان في مشكلة جغرافية معنا إنه في مناطق كثيرة فيها تعداد سكاني لا بأس فيه، فيها جامعات فيها كليات، الطلاب يحبوا يستفيدوا من الفاب لاب، لكن لأنه في مسقط يواجه صعوبة في التنقل. فمن هنا بدأت الفاب لابس في مناطق مختلفة، أول واحد كان في مسقط، في فاب لاب ثاني نشتغل فيه الحين في ولاية لوة على حدود الإمارات والسعودية، فاب لاب ثالث في ولاية نزوة في الجنوب شوية. وهل بيجيكم كثير أفكار إيش طبيعة الفاب لاب الموجودة، يعني إيش البرودكتس اللي عم تطلع من الفاب لاب أو السيرفيسز الموجودة؟ هل في معظمها من الشباب، هل معظمها من جامعة، من مخترعين، مين هم المستخدمين بهدول المختبرات الصناعية؟ مستخدمين غالبا طلاب كليات وجامعات، أحيانا ستارت أبس تخرجوا من الكلية من الجامعة. احنا في معنا كثير في سيز في الخليج الفتره الاخيره طبعا، فكثير ناس يتخرجوا من جامعه او الكليه يتجهوا للبروتوتايب، وغالبا يتجهوا للبروتوتايب ما عندهم الادوات ولا عندهم المعرفه اصلا كيف انا اصنع هذا البروتوتايب، فيلجأوا للفاب لاب اللي هو يوفر لك الاثنين، يوفر لك الادوات 3D printers الماشينز الالكترونكس، ونفس الشيء يوفر لك المنتورز اللي هم يساعدوك في تصنيع البروتوتايب. المعرفة موجودة عندهم، بس في أنا أسمي الفاب لاب الصفعة الأولى في وجه كل مبتكر هو الفاب لاب. كثير أفكار تجينا بس غير قابلة للتصنيع، أفكار كثيرة جدا، فأول صفعة في المبتكر إنه هل ممكن هالفكرة أصلا أصنعها أصلا أو هي خيال علمي غير قابل للتطبيق. برضو بتخذنا كلمة صفعة عند أحمد، عشان أكيد أنت بلشت بكثير صفعات بالبدايه خلينا نحكي، وفي البرودكت تبعك انت مره حكيتوا لنا انتم عم تحاولوا تشتغلوا على كوميونتي للميكرز كمان بهذا المجال، فانتم يور ان انيبلينج برودكت،
يعني اذا بنحكي يعني your make your your tool or your product is a small fab lab is literally يمكن يكون اصغر fab lab بالعالم بس بالتولز الموجوده فيه انتم كنتوا دائما تفكروا كيف ممكن نتيح هذا البرودكت لكل الصناع بمجال الاي او تي يعني to be specific انهم يستخدموا هذا البرودكت فاكيد يجيكم ناس افكار معينه فممكن تحكي لنا عن تجربتك بالافكار اللي اجت من الناس كيف يستخدم البرودكت تبعك وايش في من اكثر يعني اغرب الافكار اللي وصلت وايش في افكار فعلا بتشوف لها انها راح تكبر اكثر من هيك تمام هلا في خلينا نحكي عنها هي مش افكار خياليه واحده من الافكار كانت حلوه بصراحه استعملها شاب طالب في الجامعه الاردنيه قال لك انه طالما انت اللوحه تاعتك ككنترول بورد حجمها كثير صغير فانا مستعد بدي اعمل كبسه اندو للبي سي تاعي هلا مجرد انت لما تكون تشتغل على برنامج جرافيك ديزاين مثلا في حال غلطت بطريقه معينه او هذا بدك تعمل اندو وترجع خطوه لورا هلا بقول لك انا بالنسبه لي ما بدي اعمل شورت كات كنترول زد بدي انا بوتن لحال برا بس اضرب عليها غلط حال اندو وهذا اللي عمله فعليا انه سوى بوتن صغيره برا يعني خارج الجهاز تاعه مشبوك يو اس بي فمجرد انه غلط بشغله بضرب عليها زي هيك 100% أيوة بالضبط إنه مجرد غلط مباشرة يخبط عليها زي هيك فهي كانت فكرة عجيبة يعني وإيش في أفكار حسيت إنها فعلًا إنها يعني إلها إمباكت يعني ناس عم بيشتغلوا على برودكت مثلًا معين أو حسيت إنه فعلًا ممكن يكبر أكثر من هلا واحدة من الأفكار المميزة كانت برضو شاب صديق إنه بيستعملها في الدرونز إنه قاعد بيطور الطائرات الدرونز بس بحجم قياسي خلينا نحكي سايز كثير صغير الفكرة تاعته كانت انه هو ما بده يعمل درون واحد بده يعمل سرب زي سوارم كامل من الدرونز هاي تتحرك مع بعض تؤدي وظيفة معينة كلها بتناغم معين فهي كانت فكرة مميزة لسه ما خلص منها فعليا قاعد بيطور في النظام تاعه فهي بالنسبة لي اعتقد فكرة لها تأثيرها راح يكون سؤالي الأخير لكل شخص فيكم برضو عم بيكون في فرق واضح بين طبيعة العمل أو مكان العمل اللي إحنا فيه اليوم وأكيد إذا نتخيل 10 و20 و30 سنة لقدام كيف راح يكون بالفيوتشر إيش نصيحتكم للناس من خبرتكم كيف شايفين أول شيء دي مكان العمل أو المختبر الصناعي اللي بعد 30 سنة و from your perspective سواء كفاب لاب أو كساينس فورم أو enabling platform من education perspective أو كستارتب فايش اول شيء كيف شايفين الفرق راح يكون خلال 30 سنه الجايين وايش رسالتك كمان للادجيكيتورز او للناس اللي بهذا الفيلد حتى انهم يكونوا جاهزين لهيك يعني مستقبل بطبيعه الحال الجواب على سؤال حضرتك له شقين شق عام وشق خاص بالنسبه للشق العام هو ببلش من المؤسسات التعليميه من الجامعات حتى من المناهج التعليميه اللي بتحطها الدوله بالاخر نحن في عندنا اولاد حاليا عم يتعلموا بالمدارس هدول بالنتيجه they will end up عم يشتغلوا بكاريرز that do not exist yet يعني هدول بالنتيجه بس يتخرجوا حيشتغلوا بوظائف بعد ما موجوده هلا سو وظيفه المناهج التعليميه سواء بالمدارس او بالجامعات هي تقدر تجهز هالنيو جينيريشن لحتى يقدر قدر الامكان ياخذ السكيلز يلي حنكون عم نعوزها نحن بوقت يعني ما بخبي عليك نحن من هلا ل 20 سنه 30 سنه اكيد في كتير وظائف حتختفي مقابل ظهور وظائف جديده بلشت بالعقد الحالي وحتستمر للفترات اللي جايه بالنسبه للشق الثاني من السؤال نصيحتي انا للادوكيتورز او للمنتورز هن وعم بيعلموا ستودنتس طالباتهم او وات ايفر يكونوا دايماً عم يجهزون لحتى already يكون عندهم skills to learn new things لأنه بالنتيجة the ability to anticipate new things مهم كتير بالنسبة لأننا نحن كبشر أنه نقدر نتكيف مع هالknowledge الجديدة يلي عم تخلق عنا نحن فإذا بدك واحدة من أهم الأمور بالتعليم هو تجهيز الطالب ليقدر يتعلم بنفسه وهذا هو الأساس أساس بيكون هدف من لما يعلى بالديجري من لايسنس لماستر بعدين لبي اتش دي هي الابيليتي تو ليرن باي هيمسيلف هذه نقطه كثير مهمه شكرا لك شكرا احمد هلا انا من وجهه نظر شركه ناشئه اغلب الشركات الناشئه واحده من النقاط المهمه بالنسبه لهم اللي هو موضوع الكوست في التطوير او لما بده يعمل بروتوتايب تاعه هلا اللي انا شفته الفاب لابس في البدايه مثلا كانت الماشينز اللي يجيبوها برضه هي ماشينز اندستريال زيها زي الماشينز موجوده في المصانع الكبيره
كلفتها التشغيليه كانت عاليه كثير، بدها اكسبيرينس كثير كبير عشان تتعامل مع هاي الماشين. اللي عم بلاحظه انه الشركات اللي عم بتصنع الاكويبمنت هاي للفاب لاب صاروا يخصصوها اكثر بانها تكون يوزر فريندلي اكثر، لانه عارفين انه اشخاص راح يستعملوها مش متخصصين. بالضبط كمثال يعني 3 دي برينترز قبل ما يطلع ايش بسموها الانتراكشن بروبرتي تبعتها لما انتهت 2009 وكيف بلشت كانت يعني تسوى مئات الالاف 100%، بعدين حتى ملايين، وصلت هلا يمكن باللاب اي فاب لاب يمكن بيلد يور اون 3 دي برينتر يعني بكوست 100 دولار. بالضبط. فبسؤال برضو انت عندك بتخيل انه يكون في ديجيتال فابريكيشن او حتى فابريكيشن او مانيفاكتشرنج بعالم الالكترونكس بالريجن عندنا؟ يعني بتعرف انه ما في كثير، يعني في اكبر بس هل ممكن نوصل يعني خلال 30 سنه جايه تكمبيت وذ تشاينا؟ هاي النقطه اللي انا بدي احكي عنها، انه ممكن تنقل. يعني هلا احنا قاعدين بصدد دراسه فكره انه نقل البرودكشن لاين كامل من جنوب الصين لعمان. هلا الكل بيعرف انه انت تحكي عن العفو برودكشن لاين، بتحكي عن شيء كوست كثير كبير، عدد عمال هائل، اكسبيرينس كثير كبيره. انا شايف مستحيل 100%. هلا من بسبب انه صاروا يعملوا اكويبمنت فريندلي للفاب لابس مخصص، ففي فعليا انت ممكن تختصر برودكشن لاين كامل، ممكن يطلع مثلا خلينا نحكي 10,000 قطعه باليوم الواحد، لبرودكشن لاين صغير من 3 ستيجز كوسته تقريبا 8,000 دولار. فنتخصص بستيجز معينه 100%، ممكن نحط بالفاب لاب ويصير الفاب لاب حتى يعمل برودكشن مش بس بروتوتايب. انا متخيل في المستقبل القريب انه ممكن يصير في برودكشن لاينز، او يعني خلينا نحكي مبدا الانتاج في الفاب لابس مش بس التطوير، مش بروتوتايبنج اكثر، لو فوليوم برودكشن او حتى ميديوم يكون. وايش نصيحتك للميكرز الصناع يعني بهذا الفيلد حاليا؟ يعني اذا تعطيهم نصيحه ونصيحتين اذا حابوا يدخلوا بالفيلد تبعك. هلا في البدايه المجال الهاردوير بطبعه صعب، اخطائه مكلفه، لكن انا عن نفسي عن تجربه لما شفت انه قبل ما استعمل الفاب لاب، بعد ما استعملت او بعد ما خضنا فيه خلينا نحكي، الوقت اللي وفرناه في التطوير كان هائل. موضوع الكوست برضو فرق معانا كثير. فانا من وجهه نظري اي حدا في حال عنده كان فكره لها علاقه بالهاردوير او النمذجه، اعتقد المكان الانسب بالنسبه له يتوجه له اللي هو الفاب لاب، راح يوفر عليه كثير وقت وكثير مصاريف نمذجه، بس المعرفه الموجوده عند الاشخاص الموجودين في هذا الفاب لاب. مش بالضروره المسؤولين في او يعني اللي المسؤولين عن الفاب لاب نفسه، ممكن حتى المحتضنين فيه او اللي بتعاملوا معه، تبادل المعرفه اللي بصير، الخبرات الموجوده عند كل واحد راح توفر على الستارت اب او الشخص اللي عنده فكره كثير وقت وكوست اقل. برضو اذا في حدا حابب يدخل في مجال اي او تي وبده ريسورسز بالصين، هيو يعني ليترالي طلاب جامعه كانوا قاعدين بشنجن اكثر من 30 يوم دي ميكينج شور انه كل برودكت من عم بيطلع من المصنع زي ما بدهم، ويقدروا يوصلوه للكاستمرز اللي شروهم. فمن الناس اللي فيري ديديكيتد بهذا الموضوع، واف يعني اي حد بفتش على موضوع ريسورسز احمد از ذا جاي. كمان عثمان بسؤالي، كيف شايف انوتك بعد نحكي 20 سنه 30 سنه، او حتى الفاب لابس بعمان او بالخليج؟ احكي لنا رؤيتك بهذا الموضوع، وايش نصيحتك للناس اللي مستخدموا برضو هاي السبيسز؟ بالنسبة للفاب لابس، أنا أشوف أن 3D printers ما زالت تقنية متخلفة نوعا ما، على الرغم من التطور الكبير اللي الناس يشوفه. في ناس بيحكي لك 2D it's literally 2D printing repetitive، يعني إذا بدك تحكي الإشي الصحيح لل 3D printing وبس اسم هيك طلع، ومع المينتنس المستمر ومع المشاكل أكيد أنتم في الفاب لاب شايفين. أنا أشوف 3D printer اليوم نفس الكمبيوتر البي سي في 96 سنة 1996-97، لما كان الكمبيوتر حجم الشاشة بهالكبر، وكان في سعر الكمبيوتر حوالي 10,000 دولار لما كان جدا بطيء، كان في لعبة سوبر ماريو فقط هذه الصغيرة وأشياء جدا بسيطة، كان جهاز غبي جدا ومكلف جدا. أعتقد 3D printers نفس المرحلة تمر بالمرحلة اليوم اللي احنا فيها، في المرحلة 3D printers اليوم نفس الكمبيوترات هذيك الأيام، بطيئة، صيانتها مكلفة ومتعبة، تكلفتها ما زالت مرتفعة نوعا ما إذا كان حجم كبير، إذا كان جودة ممتازة. اعتقد 10 سنوات بنشوف تقدم كبير في 3D printers بالذات، بتصير اسرع، بتصير اكثر سهوله في الاستخدام، التكلفه ان شاء الله حتى في الماتيريال بتقل، اساليب 3D printing صاير اشبه بال DLP 3D printing من ناحيه الماتيريال كوست كسرعه كحجم، فاتوقع بيكون في تطور كبير بالنسبه للماشينز. بالنسبه للتعليم وللتدريس بشكل عام، هي ليست نصيحه، هي ممكن وجهه نظر. أنا وجهة نظري إنه إحنا في عمان على الأقل التعليم ما زال بالتلقين،
تروح للمدرسة، تروح للجامعة، متصورين الطالب إنه عبارة عن وعاء لازم نحط فيه المعلومات، نحط فيه تاريخ احتلال الدولة الفلانية، تاريخ اكتشاف شيء الفلاني، نحط فيه أبيات شعرية، نحط فيه قوانين معادلات رياضية. كل هذه المعلومات المشكلة بعد فترة كلها تروح، مصيرها تنتهي، ما بتفيد الطالب لا اليوم في مقاعد الدراسة ولا في بيئة العمل، تفيده فقط في اللحظة اللي يحط أمامه ورقة الاختبار، وهذه كارثة في التعليم. أعتقد لازم نتغير إلى اللي قال الدكتور تعليم المهارات، نعلم الطلاب مهارة التعلم، مهارة العمل في فريق العمل، مهارة التفاوض، مهارة البحث والتطوير. المهارات تتطور مع الوقت عكس المعلومات. التركيز على يعني نحكي اللي بسموها التكنيك، مش بس المهارات التقنية، soft skills. soft skills بالضبط، تتعلم الطالب كيف ينطلق بنفسه. أعتقد التعليم محتاج كثير تغيير، على الأقل في عمان، ما متأكد كيف الوضع في بقية الدول العربية، بس في عمان وضع ما يبشر على الأقل حاليا في التعليم. أتوقع حتى يعني قبل ما نخدم إحنا أعطونا هلا الخاين تايمز أوف بدقيقة وبعدين مشان نقدر ندخل بالكويشنز. كل أول إشي شاكر لكل المعلومات اللي أعطتونا إياها ولكل الخبرات اللي قدامنا وجاوبتكم الملهمة بصراحة، وبضل يأخذنا الموضوع يعني إحنا برضو لسه حتى كلمة فابلاب يعني جديدة بالوطن العربي نسبيا، وكلمة فابلاب إيفنتشلي يعني كان حتى سألوا one of the founder of Fab City initiative توماس دياز قبل تقريبا أتوقع 3 سنين 4 سنين إنه إيش رؤيتك للفاب لاب، إنه الفاب لاب أخرتها إنها تختفي، مش تختفي كأنها تختفي كأنت تختفي، تصفي جزء من الفابريك أوف ذا سوسايتي، يعني إنها تصفي مش كيف أنا هلا ما أحكي منجرة ولا محددة ولا مكان ولا سوبر ماركت، مش إشي إنه والله بده إنيشيتيف ونتورك وبده شغل، أساسيات موجودة الهدف منها انها تصفي جزء من الفابريك اوف ذا سوسايتي ويتش از موجود. يعني اليوم اذا بالاردن اللي بعرف ممكن ينزل على المنطقه الصناعيه فيه من ممكن تلاقي فول فانكشنال فاب لاب بس موزع، بتلاقي بس يعني بدك تزيد لك شويه 3 دي برينتر هون، زيد لك IoT بصفي عندك يعني من اكبر الفاب لابز الموجوده. بتلاقي قرى معينه في ناس بتوفر السيرفيسز هاي موجوده، بس شوي شوي راح يصفي الطبيعي الموضوع. فحاليا الشغل الاساس لنا انه اتوقع حتى الوطن العربي لما نحكي كلمه يعني الثوره العلميه العربيه، انا بتصعب وانا بحكيها الثوره العلميه العربيه، يعني اذا بدنا نبسط الامور يعني كلمه الفاب سيتي والانيشيتيفز وكل الشغل اللي عم بيصير لازم يكون كونكتد جلوبالي بس لوكالي برودكتيف، اللي هي المشن تبعت الفاب سيتي، يكون احنا بنشتغل كيف نشتغل مع بعض نستفيد، لانه نجاحك من نجاحي، نجاح الفورم من نجاح كل الايكو سيستم الموجود هون. فوظيفتنا لليوم اتوقع حتى كمختبرات صناعيه او انيبلينج بلاتفورمز يعني انه نشتغل مع بعض باكثر شكل باكبر شكل ممكن، وحتى نختفي بشكل برودكتيف، يعني مش فقط انه نصفي نتوركس موجوده فور ذا سيك، والله انا عندي فاب لاب، عندي 10، عندي 20، عندي 30. فهيك طبعا بختم وبشكركم جميعا يعني لجميع البانلز اللي عندنا. ننتقل للاسئله. قديش معنا الاسئله؟ طب عشان نكون برضو يعني افشنت بموضوع الاسئله، يا ريت اللي عنده سؤال يكون سؤال مش كومنت. بس لحظه، هلا هو اوريدي اللانش بريك بلش، فاللي حابب هو يطلع عليه واللي حابب يضل عشان الاسئله. يعني احنا نقدر ناخذ سؤال من كل حدا بس عشان البانل، ممكن ناخذ 3 اسئله من كل جهه. السلام عليكم، مهندس وائل عكاشي من العراق، انا مهندس ميجاترونكس. سؤالي هو قبل حديثكم هذا كله، شلون نكون سكيلز للطلبه او للباحثين او يعني كل الشباب يعني اللي يحبون مهتمين في، لكن اريد اعرف شلون اسوي المختبر، شلون استخدمه كبزنس، انا شلون ابلش في البدايه. اعتقد يمكن احمد راح يعرف شلون يجاوبني هذا السؤال، شلون ابلش بهذا المختبر الفاب لاب. لمين سؤالك؟ لاحمد اذا يقدر يجاوبني. احمد هاي اول، اعتقد حتى مهندس عثمان يقدر يجاوبني ايضا. ناخذ ثاني سؤال. سؤالي للدكتور احمد الله يعطيك العافيه، طبعا من امتع الدسكشن بانل اللي حضرته يعني مخمخت. تمام دكتور احمد، السؤال الاول
تلاقي في ناس عندها مشكلة أحيانا في عملية الفابريكيشن أو البروتوتايب، أحيانا في كوست هو بيظن إن البروتوتايب ممكن يكلفه $1,000 أو ممكن يغطوها الفاب لاب بالفري سيرفيسز اللي موجودة، يكتشف إنه في بعض الديفايسز مش متوفرة بالفاب لاب فمضطر يشتريها من برا to plug it أو embedded system من جوا، فبيكتشف إن البروتوتايب بده $4,000-$5,000. هون دخل هو في مشكلة إنه مش قادر يكمل الإشي اللي as initial inputs اللي بدي يوقف فيها بالpitch deck presentation قدام الانفستورز. طيب هل في solution من وجهة نظرك as a simulation ويكون it's could be enough للانفستورز؟ وشو هو نوع السيميوليشن اللي ممكن يكون to be trusted للانفستورز إنه okay done zero cost go ahead يلا روح صنع البروتوتايب وخذ هاي السيد فاند تاعك. السؤال الثاني سوري ممكن سؤال ثاني بسرعة. ايش اكثر شيء بوتنشال الان انتم شايفين من وجهه نظر الانفسترز في الاند سيرفيسز؟ يعني ممكن انا اعمل كاميرا تعمل وان سنجل فانكشن وابذل فيها كل جهدي، ولا اركز على الانجنز اللي بتعمل مانيبيوليشن لهذا النوع من السيرفيسز؟ وين البوتنشال موجود الان كانفستمنت؟ افضل لو ناخذ 30 سكندز على كل سؤال من عندك بعدين اخر سؤال بهالجهه كمان. اوكي تفضل. بالنسبه لاول سؤال اللي تفضلت فيه حضرتك، it depends. انت عم تحكي بحالة اذا كانت البروتوتايب سعرها كتير what to do بهالحالة. هلا المبدأ اللي عساسه تم الفاب لاب وكل الفاب لابز هو نقدر نعمل نحن فابريكيشن بلو كوست. in case كانت البروتوتايب اللي انت بدك توصل له الكوست تعولة عالي، هون تسأل حالك سؤال for what reasons do you need the prototype. هل انت بدك البروتوتايب لproof of concept ولا بدك للبروتوتايب to have an end product؟ اذا انت بدك البروتوتايب كproof of concept it's enough انه تقدر تعمل انت فعليا اختصارات كثيره بالنسبه للكوست من نوعيه الاختيار الماتيريالز من الـ من الـ من الفيش من الفينيشينج. لانه اذا الهدف انت بس انه to proof the concept then you can end up ببروتوتايب يكون relatively في low cost تقدر تقنع فيها investor بعدين اذا بدك تروح للماس برودكشن. بالنسبه ل ثاني سؤال سألت حضرتك أنت فعلياً عن إذا الأفضل استعمل سنسر أو برودكت معين أو كاميرا يكون فيها فيتشر. الشيء اللي بنقوله نحن دايماً أنه على صعيد البروتوتايبينج go for modular design، يعني روح شو في عندك قدر الإمكان finished modules بتحقق لك الهدف اللي أنت بدك إياه، عمول integration لهدول الموديولز بتكون وصلت لأسرع طريقة لتحصل على بروتوتايب. يمكن ما يكون هذا الشيء كتير منيح ل البرودكشن نفسه للماس برودكشن نفسه، ولكن لتقدر تحصل على بروتوتايب يكون فيها بروف اوف كونسبت دائما استعمل المودولر ديزاين. روح فتش على موديولز بحققوا لك سبيسيفيكيشنز تعليتك، اعمل لهم انتجريشن وحصل على الفانكشناليتي. رهيب رهيب. احمد حابب تاخذ سؤال البيلدينج السبيس ممكن لو تعيد سؤالك بسرعه؟ لا بس بدي اتاكد من نقطه انه انت تقصد انه كيف تبني الفاب لاب ولا كيف تبني البرودكت تاعك؟ اتوقع السؤال لو لعثمان افضل لانه بالضبط. عثمان البزنس موديل للفاب لاب. شوف الفاب لاب في كثير بزنس موديل، في فاب لابس مدعومه من الحكومه 100%، احنا معنا فاب لاب واحد مدعوم من الحكومه بالكامل كشركه ناشئه. انت تتكلم عن الفاب لاب بنفس الشركات اللي تشتغل تبلش مش فاب لاب تستخدم الفاب لاب تقصد؟ كشركة ناشئة كيف تستخدم فاب لاب؟ كشركة ناشئة أنا ما عندي فاب لاب، أنا بستعمل فاب لاب. اتوقع هاي السيشن يعني في على فكره سيشن بكره افضل اللي راح تكون هي جواب لسؤالك. يعني روبرت غريتا، روبرت كان يو جاست بليز ريز يور هاند. روبرت اولسو هي مانجز فاب لاب قطر. تومورو هيل بي عنده سيشن كامله عن موضوع البيزنس مودلز والفاب لابز وكيف حتى ستارت يعني ديفرنت موديل من انكيبيتر لشركات ناشئه كيف يستخدموه. فبكون اتوقع الاجوبه لها. فناخذ اخر سؤال معلش عشان نقدر الكل يطلع. اوكي كيف ممكن أسس فاب لاب؟ إيش ممكن ندرس حتى نعرف هل هو بزنس هل هو؟ لا يتسع عن الكورسز اللي في الفاب لاب. كيف بس كيف تبني فاب لاب؟ صح؟ بدك تبني فاب لاب، بدك تعرفي كيف تبني فاب لاب. فهل في كورسز بتعلمك كيف تبني مختبر وتديره؟ شوف هو الفاب لاب إيش فائدته؟ في نتورك معهم. أنا حبيت أسس فاب لاب
اقدر اشوف في النتورك ايش اللي في الفاب لاب الاخرى، ايش الماشينز اللي معهم، لسته الماشينز، ايش الديزاين حتى اللي اوت للفاب لاب، هذا كله موجود في الويب سايت اللي هو fablab.org. فممكن بعطيك الويب سايت بعدين، ممكن اعطيك وائل. كل شيء تحتاجيه لتاسيس الفاب لاب نفس الشيء مهندس نفس السؤال، كل شيء تحتاجه لتاسيس الفاب لاب موجود في الويب سايت، من ماشينز، من سبيسيفيكيشن، من لاي اوت، حتى ك HR كل شيء موجود في الويب سايت. والنتورك الفاب لاب العربيه ممكن برضو يفيدوك بهذا المجال. يعني احنا اذا بكره ان شاء الله، مش بكره يعني، بكره كان في راح يكون ديسكشن لقدام، راح يكون في ويب سايت للمختبرات الصناعيه في الوطن العربي، راح يكون انت عن طريقها تسال وتشوف كيف بالوطن العربي تقدر تبني فاب لاب، كيف شو المودلز الموجوده، ايش ممكن تتعلم، ايش الريسورسز حتى من ناحيه اكوبمنت انفراستراكشر حتى انك تبلش فاب لاب. طيب معلش نقدر ناخذ سؤال لخلصنا بالبريك فيهم اسئله؟ تمام شكرا كثير. السؤال بقدر ممكن عفوا بلاش بريك، شاكر لكم ويعطيكم العافيه ولحسن